مشاهدينا أهلا بكم. على إثر ردود الأفعال المصاحبة لقرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بتخفيض بدل السكن للمعلمين الوافدين، هاشتاغ اعتصام المعلمين الوافدين تصدر في تويتر أمس بعد أن دعا بعض المعلمين الوافدين إلى إقامة اعتصام أمام وزارة التربية والتعليم الكويتية احتجاجا على هذا القرار. الهاشتاغ لاقى معارضة واسعة من المغردين في الكويت لما فيه من إشاعة للفوضى بالسلك التعليمي ومحاولة الإخلال بالنظام، مطالبين الجهات الأمنية بالتصدي لمثل هذه التصرفات التي تعتبر تعديا على قوانين البلاد. الآراء اتفقت على أن قرارات الدول يجب أن تحترم وأن تنفذ على الجميع بلا استثناء. المستخدمون تداولوا تصريح وزير التربية والتعليم الدكتور بدر العيسى الذي أكد فيه أن موضوع بدل السكن أصدر من قبل مجلس الخدمة المدنية على ضوء توجهات وزارة المالية لتخفيض ميزانيات كل قطاعات الدولة، وأن وزارة التربية جهة منفذة للقرار ليس إلا، وأن على المعلمين الوافدين التحلي بالصبر وإبداء التعاون مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. كما تداول المغردون بيان ديوان الخدمة المدنية اليوم بعدم وجود قانون ملزم بدفع بدل سكن المعلمين الوافدين. إعصار ماثيو أو كما سمي بإعصار القرن، والذي ضرب شرق الولايات المتحدة الأمريكية، قد حاز على تفاعل المستخدمين في المستويين العربي والغربي على مدى الأيام الماضية، فمن خلال هاشتاغ إعصار ماثيو بالعربية وماثيو بالإنجليزية، واكب المغردون الكارثة الطبيعية من خلال نشر صور ومقاطع فيديو لمسار الإعصار وما خلفه من دمار وأضرار بشرية ومادية. وفي مشاهد غريبة ونادرة تداول المغردون مقاطع فيديو منها طائرة اختبارات دخلت في عين إعصار ماثيو وخرجت منه بسلام، وآخر يبين رصد الرادار لطيور عالقة في عين الإعصار والتي تكون بداخلها الرياح ساكنة والأجواء مستقرة. المغردون الكويتيون بدورهم ساهموا في نشر أرقام الطوارئ والتحذيرات التي أطلقتها السفارة الكويتية في واشنطن والمكتب الثقافي للكويتيين الموجودين في الولايات التي قد يطالها الإعصار، مشيدين بحرص الحكومة الكويتية على سلامة أبنائها المبتعثين، وذلك من خلال مبادرة المكتب الثقافي الكويتي في واشنطن والذي قام بإجلاء الطلبة الكويتيين إلى مناطق آمنة بعيدا عن الإعصار. وحسب نظام تحليل البيانات وأرشيف تويتر الرسمي فقد بلغ عدد التغريدات حول الموضوع 51494 تغريدة، أما نسبة التغريدات فكانت 30% ونسبة إعادة التغريد 70%، فيما كان أقصى معدل للتغريدات في الساعة وصل إليه متحدثون عن هذا الموضوع كان في الساعة 6 من مساء 7 أكتوبر. المغردون تداولوا خبر إفصاح شركة سناب شات بالأمس عن طرح خاصية ستوري بلاي ليست أو قائمة القصص في خطوة لإرضاء مستخدميها بعد أن أبدوا استيائهم من ميزة التشغيل التلقائي التي تستعرض قصص الأصدقاء بالتتابع من دون توقف. مستخدمو سناب شات بإمكانهم عمل قائمة مخصصة للأصدقاء أو للعائلة ومشاهدة قصصهم مباشرة من دون الحاجة إلى مشاهدة كل قصص المضافين لديهم، ويمكن تفعيل تلك الخاصية بإنشاء القائمة عبر تحديد أسماء المستخدمين من قائمة القصص الذي ترغب عزيزي المشاهد لمشاهدتهم ثم الضغط على زر المشاهدة بالأسفل. ونذكرك عزيزي المشاهد أن هذه القوائم غير قابلة للحفظ، ولم تتطرق شركة سناب عما إذا كان في خطتها المستقبلية تمكين المستخدمين من حفظ القوائم الخاصة بهم بعد إنشائها. مشاهدينا هذا كل ما لدينا اليوم من أخبار في عالم التواصل الاجتماعي، وننتقل بكم الآن لنحلق سويا في عالم الأرصاد الجوية.